هذا الشوط الغالي، هكذا كل الامال المعلقه باذنه تعالى ان تكون انطلاقه موفقه لكل المشاركين. اذا بسم الله وعلى بركه الله مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط، تنطلق هذه الشعارات، تسير هذه الاسماء التي تزين ارضيه هذا الميدان. ياهو كاس، الله الله الله، بهذا الموسم الاستثنائي 2019 2020 مباشرة نذهب إلى الصدارة الأولى، دومة دومة على المركز الأول. حمد بن محمد بن سالم الاكتبي يتقدم، يسير في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني وصال مطر بن علي بن غدير الاكتبي، والمركز الثالث خذت الوارية سالم بخميس بخلفان. الرز الشامسي بدأ يغير من مركز الآخر إلى المركز الثاني، عين على هذا الكاس، الكاس الغالي والدخول القوي، التحدي المثير. للمركز الرابع وصلت كحال، سعيد بن قنوم بن سعيد بن سلام الاكتبي وصل يقدم كحال، قندهار قادمة أو نفل للسهيل بن خليفة بن سهيل المزروعي وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، وصلت قندهار مطر بن علي بن غدير الاكتبي، هكذا النتيجة لمن هذا الكاس، الكاس الغالي، الكاس الحاير، الثمانمائة متر الأخيرة. يا هو كاس، يا هو كاس، شوفوا الابكار في موقع واحد، ما شاء الله تبارك الله، الله 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 الله. هذه دومه، دومه على الصداره، دومه على المركز الاول. حمد بن محمد بن سالم الاكتبي يقدم دومه ودخول، دخول الواريه سالم بخميس بخلفان. الرزي الشامسي وصل ايضا الرزي، ودخول اخر من خلال وصال مطر بن غدير، ايضا مطر، مطر بن علي بن غدير الاكتبي. دلني يا وصال على الكاس، الكاس الغالي، اكحال قادمة، سعيد بن قنون بن سعيد بن سلام الاكتبي، هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. شوفوا من القادم، وصلت نهب سعيد بن راشد بن دغيش الاكتبي، ولكن لمن الكاس، لمن الكاس، الكاس حاير، الكاس حاير. شوفوا كاس الابكار، كاس الابكار، الله الله يا الرزي، الرزي الرزي، رجل التراث، رجل التراث، سالم بخميس بخلفان. الرز الشامسي، الشامسي، السلام الى اهالي بياته، اهالي بياته، اهالي بياته، يتقدمون على المركز الاول، يسيرون بثقه الكبار مع هذا الكاس، كاس حاكم الشارقه يذهب مع الرزي ومع المركز الاول. ما شاء الله تبارك الله، الواريه سالم بخميس بخلفان. الرز الشامسي المركز الثاني، وصلت فيها بسعيد بن راشد بن دغيش الاكتبي المركز الثالث، ايضا تحدياتي كحال سعيد بن قنوب سعيد بن سلام الاكتبي المركز الرابع، ايضا دخوله جميل دوما حمد بن محمد بن سالم الاكتبي، والمركز الخامس دخول جميل من ايضا صليطه عبد العزيز بن عبد الرحمن برحمه الشامسي. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء، هنا حيث شاهدنا هذا الفوز والانتصار الكبير الذي قدم من خلال هذا الأداء في الأمتار الأخيرة. إذن توقيتنا الزمني 2:56، تهانينا على هذا الفوز الذي قدم الشامسي سالم بخلفان، أو سالم بخميس بخلفان. الرز الشامسي من خلال تواجد أيضا اللي هي الوارية فازت بهذا الشوط، تهانينا والناموس له على هذا الأداء الكبير. هكذا إذا الشوط الرئيسي للإبكار المفتوح، كأس حاكم الشارقة بالفعل يذهب مع الوارية سالم بخميس بخلفان. الرز الشامسي هو من فاز